أستاذة تعليم ابتدائي بمديرية إقليم الصويرة تابعة لأكاديمية مراكش أسفي، تعينت سنة 1999. يعني تدرجت بالنسبة للمهنة ديالي من العالم القروي ولله الحمد، بعد انتقالات دخلت للمدينة حاليا دابا تقريبا لما يناهز 9 سنين وأنا كاينة في المجال الحضاري خدامة. كنت في المنطقة ديال العالم القروي، يعني في منطقة ديال حاحة، كنت رئيسة مراكز استماع لمدة 7 سنين. يعني خدمنا في مشاريع لمحاربة الهدر المدرسي، كنا تنديروا برامج أنشطة، تنخدموا على دي بروغرام باش نرجعوا خصوصا الفتيات يعني للتمدرس بمنطقة حاحة. وهذا الأمر هذا خلى يعني الأكاديمية مشكورة أنها ترسل لي تشجيع، يعني تحفيزا للمجهودات اللي قمنا بها أنا والزملاء آنذاك في العمل ديال المركز الاستماع. من بعدها كنت أستاذة مصاحبة، أستاذة مرشدة بجماعة سميهم، مقاطعة ديال سميهم، يعني على مجموعة ديال مجموعات مدارس بصحبة يعني المراقب التربوي المفتش آنذاك. حاليا انا يعني فاعله جمعويه لما يزيد عن 7 سنوات، عندي مقر في مدينه الصويره، مقر ديال الجمعيه خدامين فيه، يعني دايرين فيه مجموعه ديال الانشطه. انا استاذه في مدرسه الخنساء، يعني هذه نبذه بسيطه على العمل الجمعوي والعمل المهني ديالي. ولله الحمد حاصله على الكفاءه المهنيه الدرجه الاولى، يعني عن طريق النجاح ديالي في الامتحانات ديال الكفاءة المهنية، يعني فيما تندوزو امتحان ولله الحمد امتحان فني الحظ. عندي نقطة 20 في تفتيش، آخر تفتيش حصلت عليه يعني كان عندي نقطة 20/20. عندي نقطة 20 مع السيد المدير ديال السنة اللي فاتت اللي تقاعد، وتنوجه ليه الشكر يعني من هذا المنبر. هاد السنة هادي تعرضت لتوقيف تعسفي من طرف أكاديمية مراكش أسفي للتربية والتعليم، خدامة يعني خدامة في العمل ديالي. دخلنا الدخول المدرسي عادي ككل سنة، كان عندنا مدير جديد تم تعيين ديالو هاد السنة هادي، من بعد ما تقاعد المدير ديالنا السنة اللي فاتت تم تعيين ديال المدير اللي هو في نفس الوقت يشغل مدير ديال مؤسسة ديال التفتح، يعني مدير مؤسسة أخرى وهو مراسل موقع إعلامي. تعيين عندنا هاد السنة هادي، مجرد تعيين ديالو بأسبوع وقعوا مجموعة ديال المشاكل، مجموعة ديال الأحداث المتداخلة والمتشابكة اللي ساهمت، واللي غادي نشرحها يعني بالدلائل وبالصور وبالوثائق، اللي ساهمت في التوقيف اللي تنعتبره أنا تعسفي ديالي عن العمل، توقيف مؤقت مع توقيف الراتب والإحالة للمجلس التأديبي. قال لك علاقتك سيئه مع جمعيات الاباء، بالعكس جمعيات الاباء كان يعني الرئيس ديالها اللي تنعرفوا اللي حاليا حنا يعني مختارينه وباغينه هو خليل فاتح، كان هو رئيس جمعيه الاباء يعني الولايتين المتتاليتين. الولايه الثالثه يعني قام درنا جمع معادي استثنائي، انا كوليه امر يعني تلميذ في المؤسسة ضروري أنني غادي نحضر، اختارينا السي فاتح السي خليل للولاية الثالثة. ناد واحد الأستاذ ديال التعليم كان حاضر في الجامعة، هو يعرض الخدمات ديالو، قال للفاتح أنا شوف أنا راني أستاذ ديال التعليم، عافاك إلا ما دخلني معاك وخا هكا مستشار وغادي نتعاونوا جميعا. حنا مني شفنا الأمر هكذاك قلنا مزيان، يعني رجل التعليم راه غادي يعطينا المدرسة العمومية وغادي يعرف بالمشاكل ديال التعليم والأساتذة والتلاميذ، غادي يكون إضافة. فهذا الشيء العكس اللي وقع هو انه للاسف رجل التعليم اللي كان هو مستشار قام من بعد الاهانه والسب في حق رئيس الجمعيه الفعلي، يعني من بعد اسبوع ديال التنصيب ديالو كرئيس قام بالاستيلاء على رئاسه الجمعيه بعد ما قدم استقالته. خليل فاتح قدم استقاله ديالو بعد ما تعرض للسب والقذف. الاخر طلع قال لهم انا هو الرئيس ديال الجمعيه بدون جمع استثنائي بدون حتى شي حاجه، وعندنا وثائق انا غادي نسلمها لكم تثبت ان يعني المئات ديال الناس هنا ديال الغزوه راسلوا الجهات المختصه، قالوا لهم هذا الشخص هذا حنا راه ما اختاريناش، خصوصا انه بدا تيدير مشاكل في المؤسسه، تيدير مؤامرات، تيدير خطط، ما دار حتى شي اضافه للمؤسسه باستثناء انه خلق حاله من الفوضى ادت الى مجموعه من الوقفات سواء من طرف الاطر التربويه او من طرف الناس اللي على برا، يعني قاموا بوقفات ضده.
السلطة المحلية للأسف ما دخلتش في الأمر، المديرية الإقليمية بدورها ما دخلتش باستثناء يعني أنها كانت تدير يعني تهدئة أو حلول ترقيعية، حتى يعني استفحل الأمر هذه السنة هذه ووقع اللي وقع يعني بسبب ديال هذا رئيس جمعية الآباء. والدليل أنه الدليل اللي بتنوريه السيد مدير الأكاديمية من خلالكم يعني سيئة مع جمعية الآباء، هذه شهادة من عند جمعية الآباء يعني كتحفيز وكاعتراف من عندها بأنني تنقوم بمساعدة ديال جميع أعضاء جمعية الآباء داخل المؤسسة وخارج المؤسسة لإنجاح الحياة المدرسية، وهذه الشهادة يعني تنعتز بها وتنظل هذا خير رد على أن علاقتي سيئة مع جمعية الآباء. بالعكس، بالنسبة للنقطة الرابعة اللي خاصة بشركاء، هو قال لك بأنك تتعرق لي العمل ديال الجمعية الشركة. صراحة المدرسة عندنا ما عندها حتى شي جمعية شركة باستثناء الجمعية ديالنا، حنا الجمعية ديالنا يعني هي اللي الشريك الأساسي في المؤسسة، وبالوثائق وبالصور وبالأدلة حنا الوحيدين، الجمعية الوحيدة اللي تدخل المؤسسة، اللي صلحت المرافق الصحية على حسابها الخاص، ما طلبنا حتى شي حاجة من المؤسسة. قمنا مع عملية تشجير، قمنا يعني بمجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة داخل المؤسسة لفائدة التلاميذ. ما عرفتش هذه القضية ديال عرقلة جمعيات شركة، ما عرفتش هذه الجمعية اللي جات الأستاذة عرقلتها، صراحة كان نقطة غير مفهومة. أخيرا بالنسبة قرار توقيف، صافي مشروع مؤسسة وهادشي اللي قالوا، صافي هادو ما الأسباب يعني، هادو ما الأسباب علاش الأكاديمية ارتأت يعني التوقيف ديالي عن المؤقت عن العمل. ومن خلال يعني من خلال كاين نقطة أخرى، هما قال لك بأن الأستاذة تقوم بتنقيل تلاميذ من قسم إلى قسم يعني انتقاما من الآباء ديالهم. صراحة هذا الأمر ما كاينش، لأننا احنا ماشي خدامين يعني في ضيعة، احنا خدامين في مؤسسة عندها قوانين ديالها، عندها حقوق وعندها واجبات وعندها حرمة ديالها. أنا خدامة في قسم راه كاين مدير اللي هو يشرف على مجموعة ديال الأقسام، أكيد الانتقال ما غاديش يعني لانتقل تلميذ من قسم لقسم ما غاديش يكون عشوائيا أو بصفة يعني غير منتظمة، لأن تتكون الإدارة على علم وتتساهم يعني في التنقيل ديال التلاميذ، لأن هي اللي تتقوم بالتنقيل ديالهم حتى في منظومة ديال المسار. فما يمكنش أستاذ غادي يجري على تلميذ ولا غادي ينقله وما غاديش ينتقل في منظومة ديال المسار، على أساس إمتى غادي يحط ليه النقاط ديالو يعني اللي يستحق. أنا كأستاذة أعلنها أنه داخل أسوار المؤسسة لم أرتكب أي خطأ مهني، لم أرتكب أي جريمة أو جنحة أستحق عليها أنني نتوقف أو أنني انتحال على المجلس التأديبي. أنا خدامة بما يرضي الله، وتنظن أن ملفي يعني يشفع لي وملفي يشهد لي بذلك. للأسف كان التوقف ديالي بناء على أسباب خارج المؤسسة، تم توظيفها داخل المؤسسة، صراعات جمعوية أو صراعات إعلامية أو صراعات يعني صراعات في اختلاف الرأي، تم تحريض مجموعة من الناس اللي هم قلال أنهم يقدموا شكايات، أنهم يحرضوا الوليدات ويحرضوا الآباء ضدي. ولهذا أنا يعني حاليا كأستاذة تنقلها بأنني الثقة الوحيدة اللي بقت عندي هي في السيد وزير التربية الوطنية سي سعيد أمزازي، مشكورا الله يجازيه بخير، تنطالب أنه يفتح تحقيق مع جميع الأطراف، من أصغر مسؤول، من أصغر موظف إلى أعلى موظف، ساهم بأنه يطلني هذا الظلم ويطلني هذا الحيف، وساهم أن أستاذة تابعة لقطاع التعليم يتم إهانتها بشكل مخزي في يوم عيد المدرس، في العيد اللي احنا تنتسناه كل سنة باش نحتفلوا به، اللي كان الجزاء ديالي هو أنه يتم التوقيف ديالي عن العمل. وتنشكركم وتنتمنى ان يعني الرساله ديالي تكون وصلت. استاذه منار، حنا كتقري لي ولادي هبه وزكريا، الدنيا ما عمرنا شفنا فيها شي حاجه خايبه، كتقريهم مزيان تيدوزو عندها السوايع بلا فلوس بلا والو، ما كتقولي لنا لا جيبوا لها فلوس لا والو، ما عمرنا شفنا فيها شي حاجه خايبه، مزيانه الله يعمرها دار، ولادنا كيدوزو عندها السوايع. من ناحيه التوقيف ديالها وقفوها، ما عرفناش حنا علاش هادشي جعله غفله.
ما معولينش عليه، كانوا نيت ولادنا حنا غادي مدرسه، حتى جاوا رجعوا من القسم قال لك وقفوا المعلمه وتوقفات، ما عرفناش حنا علاش توقفات هذا الشيء دون موصف. قالت لنا الفلوس، ما عمرها قالت لنا شي حاجه، ما كاينش بحال هذا الموضوع نهائيا. الدراري ديما تيجوا لهنايا، ولاد اختي تيجوا لهنايا، ما زعما كون كان شي حاجه غادي حتى حنا غادي نسمعوها، ولا حتى حنا غادي تقولها لنا ولا تطلبها منا نيت حنا يعني، لان كاينين جوج دراري، كاين دري وكاينه بنيه صغيره، والبنت ديال وحده حتى هي كتجي معاهم هنايا يعني ثلاثه تقريبا. ما عمرها قالت لنا شي حاجه، الاخت هي ديالي كتشهد على هذا الشيء. الظلم اللي تعرضت ليه وبصفتي انا زجال، ابا حرفي لن يشارك بهذه القصيده المتواضعه اللي كتعبر كعربون محبه وكعربون صدقه على هذا الظرف اللي كتدوز فيه، ويا يمكن تتمنى تكون غير ضبابه ودز. وكتبت قصيده بعنوان في عراس الحقره بالموس الحافي ندبحوا بقره، تزوجت حقره بظلم ولدت تقمع، ناس تسمع وتلم، ناس ما تشوف ما تسمع، اللفعة من بنادم صارت تتسلف السم على زمان يخلع، حبة حبة الحال تجدم، الفيال في النملة ترضع. الله يرحمها كلمة، الله يرحمها كلمة، مشات النخوة تخلط لما بالدم، غشان كذب وخدع، الكره بالسال والحب ترفع، الكره بالسال والحب ترفع. وكنتمنى الله ينصف كل واحد وما ضاع حق وراه طالب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا كنعرفوا الاخت منار، كنا عندنا مع لقاءات اعلاميه وجمعويه، كانت من الناس اللي مساندين في الملف ديالنا واللي وقفت في جنبنا وديما كتساندنا لمده سنتين، وما عمرنا شفنا منها شي حاجه اللي كانت تضرنا، بالعكس كانت من الناس اللي كيقلبوا لنا على الحلول، واللي بغات الخير لهذه المدينه هذه، واللي بغات يمشي الخير في مدينه الصويره، وكتعامل معنا، تعاملت معنا جمعويا من خلال فترة رمضان اللي كانت جابتها لنا الدراري في الازمه ديالهم، اللي كانت في عز الازمه وكانوا محتاجين لها وقفات معنا جابتها لنا، واللي لحد الان وباقا كتساندنا في الملف وكتسول مسكينه فين وصلتوا الخوت، فين وصلتوا لهاد الناس هادو، راه داروا واحد الجريمه في حق واحد الانسانه اللي هي بغات الخير، بغات الخير للمدينه ديالنا، واخا هي ماشي بنت المدينه وبغات الخير للمدينه. حنا بينا الناس الكبار يدخلوا في هذا الملف ديالها ويشوفوا من جهه هاد الناس هادو، من جهه هاد المدينه ديالها، مشات هاد السيده ديالها، مشات هاد المدينه هادي، هي اللي كانت كتعاون الملفات اللي هي غامضه واللي كانت سانده باش يبان الحق، ومن الناس اللي كيناصروا الحق.